قل سافرت يوم السبت صباحا نحو بلدة تبعد 400 كيلو ووصلت مساء، ثم مكثت هناك في نزل أو في منزل حتى السبت الموالي. السبت للسبت صليت كل صلواتي بالجمع والتقصير. فهل صح هذا؟ هنا مقامات. أولا، من العلماء من يجوز كل هذا كابن عباس وابن عمر ونحوهم، لأنك مسافر ما اتخذت دار إقامة. ومن العلماء من قال إذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا تقصر طيلة مدة التردد، والجمهور يقولون بعد 3 أيام إن كنت مستقرا نازلا تتم الصلاة. على أي حال هو اجتهاد صدر منك ولا تؤمر بالإعادة، بارك الله فيك.